السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله يا جماعه بنصور دوره الفراخ بتاعتنا. دي دوره الصيف يا جماعه. الناس اللي هي بتقول دوره الصيف الفراخ في الصيف ما بتنفعش، ما شاء الله الفراخ قدامكم اهيت، ما شاء الله العدد كامل ما ماتش منهم حاجه، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت. يمكن انا يعني من امبارح لسه ما غيرت لهمش الفرشه تحتهم، بس هي ما شاء الله لقيتها ناشفه يعني ما فيش فيها حاجه، فسبتها ما غيرتلهمش النهارده اهي. تعالوا يلا يا جماعه قبل ما ندخل الفيديو اقول لكم تعملوا ايه. يا ريت كلتنا نعمل لايك للفيديو، واللي مش عاجبه الفيديو برده ممكن يعمل ديسلايك عادي، ما فيش اي مشكله، انا ما بزعلش، بس انا عايزه اعرف مين اللي عجبه ومين اللي ما عجبوش. واللي لسه بيشوف قناتنا لاول مره يا جماعه يا ريت يعمل لايك برده للفيديو، ويا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصله كل جديد. والناس اللي بتقول ما بيوصلنيش اشعار يا ريت تلغي الاشتراك بتاعها وترجع تشترك تاني من جديد، وتدوس على زر الجرس عشان يوصلها الاشعارات بتاعتنا، يوصلها ان شاء الله كله جديد. يلا تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا وصلت معانا لفين. الاول يا جماعه بس هنقلب الفراخ بتاعتنا اهي، طبعا انا مش بحط اي اضافات النهارده خالص، مريحاهم، لا بحط خميره ولا بحط اي حاجه، لان زي ما قلت لكم الخميره مرتين او ثلاثه بس في الاسبوع. اهو يا جماعه يعني انا زي ما قلت لكم الخميره مرتين او ثلاثه في الاسبوع مش اكتر. خلاص احنا ان شاء الله هنعمل خلطات تانية. برضو احنا بنحط على العلف برضو خلطات تانية، يعني خلطات تسمين، لان زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ بتاعتنا عمرها 25 يوم، ما شاء الله انتم شايفين الاحجام بتاعتها وصلت لفين، ما شاء الله برضو زي ما قلت لكم العدد كامل بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي، ما ماتش منها اي حاجة عندي خالص، واحنا في عز الصيف اهوت وفي عز الحر زي ما انتم شايفين. يعني الفراخ قدامكم العدد ما شاء الله كامل اهو، عشان الناس اللي خايفه بس تربي يا جماعه في الصيف بقول لكم ربوا وانتم مطمنين ما تخافوش. بس اهم حاجه تكون الميه قدامهم باستمرار، ما نقطعش عنهم الميه وما نسهاش برده عن الميه بالذات في الصيف يا جماعه. برده من وقت للتاني بنغير الميه، ممكن الميه تسخن قدامهم ولا حاجه من حراره الجو، احنا بنغيرها بنحط لهم ميه يعني من حنفيه، مش هنقول ميه ساقعه ولا حاجه، من حنفيه عادي، بس احنا بنغيرها عشان ما تكونش دافيه قدامهم بس ولا حاجه، على اساس ان هي بترطب يعني على معدتهم شويه، ما بتخليهمش يحسوا بحراره الجو. بس النهارده ان شاء الله برده هنعمل خلطه جميله جدا، دي خلطه تسمين يا جماعه، لان زي ما انتم شايفين الفراخ عندنا ما شاء الله، قلت لكم الفتره دي بالذات دي فتره تسمين، من وقت للتاني الفرخ بيزيد معايا، يعني النهارده بحجم ما شاء الله بكره بيبقى بحجم تاني زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي، الاحجام كلها احجام واحده يا جماعه، يعني مفيش تفاوت في الاحجام ولا حاجه. تعالوا بقى ان شاء الله هنقول لكم الخلطه بتاعتنا هتبقى النهارده ان شاء الله عباره عن ايه. الخلطة بتاعتنا يا جماعة برضه هتبقى عبارة عن زبادي وخميرة اهو معايا زبادي ومعايا خميرة ومعايا برضه عسل، عشان في ناس بتقول انا بعمل الخلطة ديت بس بتخمر معايا وبتفور، احنا بس ما نكترش الخميرة يا جماعة علشان زي ما انتوا عارفين حرارة الجو ممكن تخلي الميه بتفور مننا، ما نكترش الخميره بنقلل، يعني احنا بنحط معلقه عسل اهو يا جماعه، انا معايا معلقه زبادي اهي معلقه، انا اللي وعايه السقايه عندي يا جماعه بتاخد 2 لتر، يعني معنى كده احط معلقتين زبادي اهو، انا حطيت معلقه ودي تاني معلقه، برده نفس الشيء انا عندي رتل برضو له معلقه عسل، اهو يا جماعه معلقه عسل برضو عسل اسود، يعني مش عشان في ناس برضو سالت السؤال ده كتير، ده كده يبقى معلقتين اهو. عندنا الخميره برضو يا جماعه الرتل عليه 2 جرام بس خميره، 2 جرام يعني انا معايا السقايه بتاعتي
بتاخد 2 ريت لحط 4 جرام خميرة. يعني حاجة بسيطة خالص يا جماعة كده، فطار في المعلقة اهي، ده بس كفاية يا جماعة اهو، ده بس اللي هنحطه على البتاع على اساس ان هي يعني الناس اللي بتقول ده بيخمر وبيفور ما تكترش الكمية. بعد ما خلصنا الخلطة بتاعتنا ده يا جماعة اهو، بقوم اقلبها على المية بتاعت الفراخ. خلاص يا جماعة احنا قلبنا لهم المية بتاعتهم اهيت، وعملنا لهم الخلطة، هنحط لهم المية تشرب، الفراخ تشرب منها. يا جماعه اللي عملناها للفراخ بتاعتنا، الفراخ بتشرب اهيت. الخلطه دي جميله جدا زي ما قلت لكم في مرحله التسمين. مرحله التسمين ده يا جماعه احنا مش بندي بقى العلف وخلاص وميه، مش علف وميه وخلاص وبنسيب الفراخ، لا. انت عايزه الفراخ بتاعتك تجيب احجام، اعملي زي ما بقول لك. الخميره طبعا عمرها ما هتضر الفراخ بتاعتك الا في حاله واحده بس، زي ما قلت لكم الفرخه عندك بسهل ما تحطيش خميره، الفرخه عندك ماشي طبيعي وكويس حطي خميره. دي حاجة مهمة يا جماعة، عشان بس ايه يعني انا بوضح في الفيديو على اساس ان محدش يجي يقول لي ده انا حطيت خميرة للفراخ، الفراخ تعبت الكلام ده كله. ده كل الدورات بتاعتي اللي انا ماشية بيها بالنظام ده كده على طول. إيه انتوا شايفين ما شاء الله التربية عندي شكلها عامل ايه، لان الناس اللي بتخاف من تربية الصفة يا جماعة، انت اهم حاجة وفري المكان الكويس للفرخ، اهم حاجة النظافة المستمرة تحت الفراخ، نوع العلف الكويس مع الفرخ اللي هيجيب معاك احجام كويسه. لو انت لقيتي الفراخ عندك ما بتزيدش احجامها، ما بتزيدش، وقفي العلف عندك، غيري نوع العلف اللي انت بتستعمليه للاحسن، لان طالما الفراخ عندك ما بتزيدش، لان في ناس بتقول الفراخ عندي بتقعد شهر ونص ما بتزيدش عين كيلو او كيلو 20 جرام والكلام ده كله، لا يا جماعه يبقى يعني بيبقى خساره، يعني خساره يعني كبيره جدا، يبقى كده حرام. انت بتاكلي الفتره دي كلها علف ما بتجيبش معاك اوزان، يبقى حرام. زي ما قلت لكم لما تيجي تبداي التربيه اختاري نوع الفرخ كويس، اختاري برده نوع علف كويس تكون انت ماشيه بيه، يجيب معاكي الفرخ معاك على طول. اعملي الخلطات اللي انا بقول لكم عليها ديت، الميه باستمرار قدام الفراخ. ده كلها يعني ما شاء الله هيبقى الفراخ عندك كويسه، مش هتبقى يعني لا هتموت. ممكن لو انت حتى ربطتها في شهر 7 ما شاء الله الفراخ هتبقى عندك في عز الحر وفي عز الولع، ما شاء الله الفراخ بتبقى كويسه جدا. ان يا جماعه في ناس برضه قالت لي لا، انا كنت رايحه اجيب فراخ والتاجر بتاع الفراخ قال لي لا ما تجيبيش دلوقتي. لا يا جماعه زي ما قلت لكم هاتوا، اصل حرام ان انت مثلا احنا خارجين من رمضان. طبعا كل اللي كان عندها حاجه دبحتها، ممكن يعني حرام ان احنا نقعد الفتره دي كلها نشتري فراخ من بره او ما نربيش الكلام ده كلته، لا يبقى حرام قوي. هاتوا كل حاجه، بس اهم حاجه المحافظه والنظافه، وتخلي بالك من الفرخ من وقت للتاني تبص عليه، الحاجات دي كلها. انا عندي اهو يا جماعه زيكم يعني، يمكن في ناس بتقول برضه البلكونه، انا عندي البلكونه عندي حر، انا زيكم برضه يا جماعه البلكونه عندي بيخش شمس وبتبقى على طول الشمس مسلطه عليها، بس زي ما انتم شايفين انا عامله ايه اهوت. ده باب قديم عندي استغنيت عنه، عرشته فرشت عليه فرشه زي ما انتم شايفينه كده، مضلله الفراخ باستمرار، يمكن سايبه المكان دوت طول الليل كده مهوي. بس للاحسن يا جماعه، يعني انا كنت الفتره الاسبوع اللي فات طول الفتره دي كلها انا كنت كاشفه على الفراخ، ما كنتش بغطي عليها خالص، ده من حركه الجو. بس الحمد لله الفراخ عندي ما فيش فيها اي مشكله خالص، بس برضه عشان الامانه انا لقيت بعد فرخ كان البراز بتاعه بدا يخضر، فاحنا ان شاء الله برضه هنعالج المشكله ديت. بس بعد كده ان شاء الله هقفل، لان الجو بيبرد بالليل، هقفل بس نص قفله. دي حاجه برضو مهمه يا جماعه لازم كلكم تستفادوا منها، على اساس برضو الحلو بنقوله عشان نستفاد منه، الاخطاء برضو اللي عندنا بنقولها عشان كلتنا نستفاد منها. يمكن هي فرخه واحده عندي يا جماعه اللي لقيتها يعني البراز بتاعها اخضر النهارده، فاحنا ان شاء الله برضو هنعالج المشكله دي. هنعالجها ازاي؟ على طول هنبدا نفرم توم وليمون وهندي لهم باستمرار.
في برضه حاجة تانية يا جماعة، في النعناع، النعناع ده حلو برضه للبرد يعني، كويس جدا ان شاء الله برضه هبقى اعمله معاكم على اساس انكم كلكم تستفيدوا منه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعة، يا رب يكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.